سعادتك، موضوع الكوبونات عمل دوشة كبيرة للنواب خاصة في الكرك، وقيل أنه تم توزيعها بطرق مختلفة رغم أنها غير كافية. كم كوبون أخذتم؟ والله يا سيدي العزيز اللي وزعوهن علينا احنا يعني هاي الكربونات، اعطوا كل نائب 150 كربون و10 كربونات من شركة البوتاس العربية اللي جنا من وزارة التنمية الاجتماعية، 150 في قيمة 35 دينار و10 من إدارة البوتاس 25 ليرة. كان قرار حكيم من الحكومة انطاها لنا؟ لا صراحة لا يجوز، يعني ال 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 العرف البرلماني، ولا يجوز، لازم يكون في فصل ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية. الآن أنا مش موظف في وزارة التنمية الاجتماعية، هذا واجب وزارة التنمية الاجتماعية اللي هي تقوم بهذا الواجب، توزعها على الجمعيات، تنسقها بطريقة ثانية، لكن مش انه تعطيها للنواب والنواب هم، يعني بلغه اخرى الحكومه ورطت النواب في هذا الموضوع. انا بتصور انه الحكومه ورطت النواب بهذا الطريقه يعني اللي اعطوها، وقامت الحكومه بالاعلان عن انه تم منح النواب 150 كربون على كل وسائل الاعلام.